دي غين وحزار من ديوان قصائص ورق، كتبها الأستاذ صلاح جاهين في الستينات ولحنها حازم في الألفية الثالثة. يوم الخامس يوم الخامس واللب والأحلام فيكس، يوم الخامس يوم الخامس واللب والأحلام فيكس، طرزان بيختص في الهاوس، طرزان جدع طرزان شديد الدراع وأجمل من الحادث. يوم الخامس يوم الخامس واللب والأحلام فيكس، يوم الخامس يوم الخامس واللب والأحلام فيكس، طرزان بيغطس في الهاوس، طرزان جدع طرزان شديد دراعه أجمد من الحادي. أزقزت نص الليل طرزان صرخ خنق الأسد طحن الدماغ عجن الجسد، خنق الأسد طحن الدماغ عجن الجسد، قرقشت باقي اللب من غير أزقزة، طرزان صرخ صرخت أنا كمان وراه، لما قال لي شيتا ياما زغرتي وحط رجله عالتعيس فوق التراب، حطيت مع رجلي بدون جزمة وشراب، ورسمت بعيون الخيال بدل الأسد بدل الأسد، ورسمت بعيون الخيال بدل الأسد بدل الأسد. محمود أفندي حسين